دكتور علي عثمان، استاذ باكاديميه الفنون معهد الكونسرفتوار، مؤلف موسيقي وقائد اوركسترا نور الامل. انا بقالي في المعهد من سنه 90 كاستاذ للهارموني والسولفيج، قائد اوركسترا من سنه 2000. احنا بنجيب النوت المبصر بنحولها للبرايل، البنت بتاخد كل واحده تاخد البارت بتاعها وتحفظه صم غيبا. يعني انا الاوركسترا بتكون من وتريات ونفخ خشبي ونفخ نحاس وايقاع، فالوتريات نفسها اربع اقسام، وتريات كمانجات بعدين الفيولا وتشيلو كونترباس، فباخد مجموعه معاهم ارجع لهم الشغل واظبط كل حاجه معاهم واضيف المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه وكذا لحد الاوركسترا كله ما يحفظ تبني على بروفات تكرار العمل بقى بيرفكت خلاص يبقى تحفظ خلاص. بالنسبه للحفلات طبعا هو يعني تقريبا السفر دلوقتي 25 دوله، يعني تلانو بيلعب اصلا بيلعبوا موسيقى كلاسيك العالميه وموسيقى عالميه كلاسيك، وفي نفس الوقت بيلعبوا عربي برضه مكتوب كلاسيك. والمفهوم العام للموسيقى العالميه انه ما حدش يقدر يلعب اوركسترا يلعب من غير مايسترو، عشان كده انا بعتبر نفسي مش مايسترو بعتبر نفسي كوتش، يعني شغلي كله في البروفات. المسرح انا ما بعملش حاجه، بقول لهم بس المقسمه مقطوعه، بقول لهم مثلا مقطوعه برامس رقم واحد استعداد، ابص عليهم كلهم مجهزين ادي لهم بس سرعه 1 2 3 وش، لازم يحفظوا كل حاجه. وده الاعجاز في الموضوع انه الحفظ ده من نفسه مش اي حد يقدر يعمله. ان المبصر لو جبت مبصر قلت له تعالى احفظ لي مثلا سيمفونيه غيبا يقول لي لا ما هدي له فلوس، ما انا مش شبه مستحيل. عشان كده لما موسيقي يشوفهم بيبقى مذهول ده بيحصل، حتى ما فيش غيره ليه برضه في العالم، لانه الفكره انه اوركسترا من غير مايسترو ما ينفعش، فما فيش غيره. يعني اوركسترا الوحيد في العالم بيلعب من غير مايسترو. الطلبه من سن 7 سنين ابتدي يعلمهم حسب تكوين الجسماني للبنت، نوديها يعني تتناسب معاني اله، مثلا بالبنت الطويله مثلا شويه ممكن نديها كونترباس الاله الطويله دي، صوابعها رفيعه وطويله كمانجا، ممكن بين الاثنين تشيلو، تشيلو في اصول الات متنوعه، النفخ مثلا شفايفها سمك شفايف سنانها مستويه ولا لا كده، دي مهمه جدا بالنسبه للنفخ ده. بنمتحنه طبعا في حاجه اسمها قدرات طبيعيه للبنت، في حاجات اساسيه لازم الانسان عنده الثلاث حاجات دول عنده يبقى هو بيبقى عنده استعداد يتعلم موسيقى، انه بيسمع كويس وايقاعه كويس وصوته كويس. في اوركسترا صغير بتخشوا فيه تبداوا فيه لغايه سن 12 سنه بتبدا الاوركسترا الكبير، بستعمل عصايه للايقاع عشان اخبط لهم بيسمعوها بيمشوا عليها. يعني الناس بتتخيل انه في حفله لكفيفات جايين من مصر هنسمعهم بقى كده فاهم؟ هيعملوا ايه؟ في ناس كده قالوا لي مثلا بعد الثلاث مقطوعه احنا بنسال لهم كفيفات، في ناس بيجوا يعملوا لهم قدامهم كده والله في ناس بيعملوا كده يجوا تعمل لها قدام وشها كده، موضوع فعلا البديل انه مش موجود في مكان ثاني. فالناس تقول لك لا ممكن تدير كدابين ولا بيشوفوا ولا كده، يعني انه يكون في اهتمام اكتر بالاوركسترا. يعني اولا مستقبلهم، يعني هم قدام بيشتغلوا دلوقتي الجمعيه ده خيريه تعتمد على الاسم يعني الحاجات اللي بتجالهم من رجال الاعمال وبس. في كتير من كتير اوقات بتبقى ما فيش فلوس عايزين نجيب الات بتكلف جدا غاليه جدا. ما قررتوش من اي حد في الدوله هنا في مصر يعني؟ ايه حد يعمل حاجه؟ لا لا بره كتير بس بره السفارات ما تطور في الحكومه ما فيش اي حاجه بتحصل خالص، ما فيش حاجه بتحصل. فهم محتاجين فعلا الدوله تحتضنهم بجد